طلب مجلس الوزراء الفلسطيني المؤسسات الدولية بتحمل مسؤوليتها أمام التحذيرات من خروج الوضع الصحي في قطاع غزة عن السيطرة، خاصة بعد تسجيل أكثر من 100,000 حالة التهاب كبد وبائي. وخلال اجتماعه الأسبوعي ناقش المجلس التخوفات من احتمالية تفشي شلل الأطفال في قطاع غزة والخطوات العاجلة التي اتخذتها وزارة الصحة الفلسطينية بالعمل على فحص عينات جديدة للتحقق من الحالة.